وصلنا معكم إلى ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والعضو باللجنة التنفيذية العليا لمشاركة دولة الكويت في إكسبو 2020 دبي، الدكتور خالد المهدي، واللي راح نناقش معاه أهم ما يتعلق بمعرض إكسبو دبي 2020، وأيضا الفوائد الاقتصادية لمشاركة دولة الكويت ودعم رؤية كويت جديدة 2035. حياك الله دكتور. الله يحييكم، وأحب أن يمسي على السادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على أحد أهم الفعاليات العالمية وهو إكسبو 2020. نعم دكتور، قبل ما ندش بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، حابين في البداية نتكلم عن أهمية معرض إكسبو، لأن البعض يجهل أهمية هذا المعرض. في البداية ودي أنوه أن العالم ككل في ثلاث فعاليات رئيسية دائما تحرص جميع الدول على المشاركة فيها. الأولى الأولمبياد، وهي تعتبر من الفعاليات المهمة على مستوى العالم على المستوى الرياضي، والفعالية الثانية وهي كأس العالم، والفعالية الثالثة تصنف هي المشاركة في الإكسبو. الإكسبو هو هذا اللي يأتي كل 4 سنوات في دولة من الدول، تقوم بأن تخلق منصة وستيج تشارك فيها جميع الدول لعرض ما تمتلك من ثقافة، ما تمتلك من اقتصاد، ما تمتلك من أمور تاريخية، أمور اجتماعية، تراثية، وأيضا هي عبارة عن منصة للتشارك ما بين جميع دول العالم من خلال التبادل الثقافي والدبلوماسي أيضا والفكري والاقتصادي. فهي المشاركة في الإكسبو هي مشاركة كأن دولة الكويت تشارك دول العالم في مثلا الأولمبياد، وهذا هو على مستوى رياضي. هذه الأحداث العالمية وهذه الفعاليات العالمية هي فعاليات رائعة جدا بأن تكون للدولة مشاركة مهمة فيها. جانب آخر أيضا، هناك ما يسمى بالمنافسة الخفية ما بين هذه الدول، كل دولة تريد أن تبرز ما لديها من إمكانيات وما لديها من مشاريع مستقبلية ورؤى اقتصادية. فيعتبر الإكسبو هو حدث عالمي مهم جدا لأنه يشكل هذه المنصة. اللي زاد أهمية إكسبو 2020 أنه هو في دولة عزيزة علينا ككويتين، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية هي تعتبر أول دولة عربية تستضيف هذا النوع من الفعاليات العالمية والدولية. اللي الإكسبو ما صار في دولة عربية، صار في دولة الإمارات العربية. فإحنا من أيضا من باب الأخوة والأشقاء وأيضا المنظومة الخليجية الموجودة، يجب أن يكون أيضا تواجدنا يليق بهذه الفعالية وبهذه المناسبة. نعم دكتور، شلون راح تساهم مشاركة دولة الكويت في إكسبو 2020 في شرح خطة التنمية للبلاد وانعكاس الوجه الحضاري للكويت؟ حابة أوقف تحديدا عند هذه النقطة اللي ذكرتها حضرتك قبل قليل. من الأهمية اللي المهمة جدا، يعني من أهمية تواجدنا في هذه الفعالية العالمية، بأن نبرز كويت الماضي الحاضر والمستقبل، وبأي طريقة نحاول كثر ما نقدر أن نبرز للآخرين من الدول الأخرى الموجودة اللي أصلا أيضا متواجدين من خلال أجنحتهم، أن نشاركهم في رؤيتنا 2035، وهي الرؤية اللي أطلقها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، ومن هذه الرؤية امتددنا مع رؤية الكويت الوطنية وامتدادها مع سيدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه. فنلاحظ أن احنا هذا الامتداد لهذه الرؤية هي أصبحت نقدر نقول الأساس في الفكر الذي ينصب حتى في تصميم المبنى اللي احنا شاركنا فيه. هذا جانب. ايضا كل اكسبو في العالم يطلع في مجموعه من نقول الافكار والمرتكزات الرئيسيه. اخترنا ان احنا نركز على مفهوم الاستدامه، واخترنا هذا الجانب لان الاستدامه في حقيقه هي اس خطه التنميه.
خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 وضعت من أجل الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية واستدامة النمو في دولة الكويت. نعم. فهذا التوافق ما بين مرتكز الاستدامة الذي هو أحد المرتكزات في أكسبو 2020 بالإضافة إلى أنه يتوافق ويتناغم مع رؤية الكويت 2035. نعم. ولهذا انعكس جناح الكويت في موضوع الرؤية بركائزها، مشاريعها المستقبلية، بأفكارها، وأيضا يعكس الرأس المال البشري لدولة الكويت بجميع أشكاله، أيضا يعكس الرؤية اللي ننظرها في المستقبل، وأيضا يحكي قصة الماضي والحاضر، اللي أن هذا المستقبل هو امتداد لتاريخ في الماضي والحاضر، وهذا أمر أيضا سينعكس في ضمن جناح دولة الكويت. نعم، رؤية الكويت سواء حاضرا أو مستقبلا تجعلنا نسأل دكتور، هل هناك علاقة ما بين إكسبو دبي 2020 وخلق فرص لجذب المستثمر الأجنبي؟ أول سؤال يسأل أي مستثمر أجنبي يريد أن يأتي إلى دولة الكويت ويستثمر فيها، يريد أن يعرف ثقافة الدولة، يريد أن يعرف تراث الدولة، يريد أن يعرف ما هي الفرص المتاحة، ما هي الإمكانيات المتاحة. نحن نرى بأن جناح دولة الكويت في إكسبو 2020 سيكون منصة لأجل عرض هذا الأمر. يعني مثل ما بديت أنا قلت أن كل دولة في العالم تريد أن تعرض وتستعرض ما لديها من إرث، سواء إرث تاريخي أو رؤى مستقبلية، بالتالي هذه راح تخلق منصة مع وجود الكثير العديد من المشاركات سواء من الجهات الحكومية، المجتمع المدني، أو على مستوى الأفراد أيضا، وأيضا القطاع الخاص راح يكون هناك مجال من أجل هذا النوع من اللي احنا نسميه التواصل والتفاعل واللي ممكن يحدث من خلال هذه المنصة. ولهذا الجناح تم تصميمه بطريقة أنه يسمح لعقد شراكات، نعم، يسمح أيضا أن يتعلم المستثمر وحتى غير المستثمر عن دولة الكويت. دولة الكويت هي لها تاريخ ولها في ماضيها العديد من الأحداث والأمور التي تسلط الضوء على أن استدامة الدولة لهذه مئات السنين بالرغم من صعوبة الحياة ومع انطلاق ثورة النفط طبعا، ولهذا الرأس المال البشري احنا نسميها في التنمية الرأس المال البشري لدولة الكويت هو الذي أوصل دولة الكويت إلى ما نحن عليه، ولتحقيق رؤية الكويت 2035 أيضا هذا الرأس المال البشري هو اللي راح ياخذنا بعد. زين هذا كله شلون نترجمه؟ فيعني منصة احنا نقدر نقول منصة الاكسبو 2020 استغلتها دولة الكويت صراحة باسلوب رائع جدا بخلق جناح لدولة الكويت يحكي هذه القصة، قصة الماضي الحاضر المستقبل عبر رؤية 2035. كويت جديدة، فرص جديدة للاستدامة، هذا شعار، هذا طبعاً شعار اللي هو طبعا الكويت. بالضبط، يعني احنا ركزنا بما اننا المحور الاساسي في جناح دولة الكويت هو كويت جديدة، ولان هذا الجناح اللي احنا قاعدين ننظر له من ضمن مرتكزات اكسبو 2020 هو الاستدامة، اذا احنا نمزجهم بمزيج رائع جدا ان كويت جديدة ما هي الا فرص جديدة للاستدامة. انا ودي يعني اتركها مفاجآت هذه بعيد، لان الافتتاح صراحة تم بسواعد كويتية وهذا أمر لازم أني أشير له كوني أنا عضو فرد في اللجنة التنفيذية، لكن هناك فرق عمل كثيرة شاركت، والمفوض العام سعادة الوكيلة منيرة الهويدي وأوجه لها كل التحية صراحة على الجهود الرائعة اللي أثبتت أيضا قيادة المرأة الكويتية للعمل بجميع أشكاله، يعني ولا قصور بالباجي، لكن صراحة وكيلة وزارة الإعلام أثبتت كونها المفوض العام لمشاركة الكويت في إكسبو أثبتت وبجدارة
وبجدارة، وأنا أقولها وأنا يعني أفخر منقطعة النظير في أن عملية التواصل وعملية المتابعة وعملية السفر في أوقات صعبة جدا. لا تنسين أن إحنا مرينا في مرت جائحة صحية وكان فيها تعطل أعمال وأمور كثيرة. يعني إذا إحنا نقدر نحكي هذه الحكاية التي أدت إلى هذا الجناح فهي حكاية يعني صراحة، لأن التعامل مع المقاولين الموجودين هناك، العمالة اللي لازم تكون متواجدة، التحضيرات، وجود العمال في الموقع، بالعلاوة على أن العديد من المشرفين الموجودين من الكويتيين، من الشباب الكويتيين. يعني إذا أحد يسأل يقول إيش كثر حجم المشاركة الكويتية الشبابية فيه، أقول كبير جدا. المهندسين موجودين في المبنى يوميا وبصفة، يعني أنا ما أبي أوصلها إلى درجة أن إحنا أحيانا في اجتماعاتنا المسائية الأخوان الموجودين المهندسين الموجودين شاركوا. فأنا صراحة ودي أسلط الضوء على الشباب راح الطيبين. نسلط الضوء بالنسبة لي أمر مهم جدا أن يأخذون حقهم في أن نكشف للجميع الدور الكبير اللي قاموا. بالتأكيد دكتور، راح نستعرض مع حضرتك الآن من خلال هذه الجولة أهم التجهيزات والتحضيرات في جناح الكويت في إكسبو دبي 2020. نتابع. رجعنا معكم مشاهدينا مع ضيفنا بالاستديو الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والعضو باللجنة التنفيذية العليا لمشاركة دولة الكويت في إكسبو دبي 2020 الدكتور خالد مهدي، حياك الله من جديد. الله يحييك دكتور. تم اختيار جناح الكويت بمعرض إكسبو دبي 2020 كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة، لماذا وكيف راح تكون هذه الفرص الجديدة؟ الفرص الجديدة هي منبثقة من رؤية الكويت 2035، وهذه الفرص سيتم عرضها عن طريق مادة تفاعلية سمعية ومرئية تساعد على هذه على تزويد المشاركين في المعلومات. يعني احنا نتكلم عن مدينة مشروع الحرير وهو مشروع المدينة الاقتصادية، المدن الاقتصادية التي ستتم ويشرف عليها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. نتكلم عن المشاريع التي ستكون في مدينة ومنطقة الصبية، مشاريع الهيئة العامة الصناعة في المدن الصناعية سواء في جنوب الكويت أو غرب الكويت، هذه المشاريع أو مشاريع هيئة الطرق والنقل البري. إذن لدينا العديد من المشاريع، هذه المشاريع تأخذ عدة أشكال، شكل في منها تطويري وهو متعلق في التحول الرقمي. إحنا في التو أطلقنا حتى تطبيق سهل، وهذا يدل على دخول الكويت في استراتيجية التحول الرقمي تأهبا للتحول الاقتصاد المبني على المعرفة، وهذا أيضا هناك فرص كبيرة للاستثمار في هذا الجانب. التحول الرقمي هو ليس فقط تطبيقا لتسهيل المعلومات، بل أكثر أو تسهيل الإجراءات، هو أكثر من كذي، هو عبارة عن دخول البلوك تشين، دخول الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي، إلى دخول الاي او تي اللي هو انترنت الأشياء، كثير من مكونات الثورة الصناعية الرابعة. إذن هذه هي كلها عبارة عن فرص جديدة ستكون في خضم هذا التحول الرقمي اللي احنا قاعد نتكلم عنه. مثل ما ذكرت المشاريع التي أطلقها مجلس الوزراء الموقر مؤخرا أيضا اللي هي ذات الطبيعة الترفيهية والسياحية، بعض ذات الطبيعة التنموية، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع النفط والغاز اللي هي تعتبر أيضا فرص استثمارية. فنلاحظ أنه لما نتكلم عن الفرص الموجودة في من خلال منظومة رؤية دولة الكويت رؤية 2035، فهي فرص عديدة ومتعددة سيتم تناولها من ضمن هذا الجناح اللي يكون في الإكسبو. تحديدا بالنسبة للاستدامة تحديدا، نعم، شنو المشاريع اللي راح تدخل ضمن الاستدامة؟ جميع المشاريع اللي أنا ذكرتها مرتبطة بالاستدامة المالية والاقتصادية. يعني احنا لما نتكلم بالتنويع الاقتصادي فاحنا قاعدين نتكلم عن فرص عمل وفرص استثمارية. هذه الفرص العمل وهذه الفرص الاستثمارية هي التي تحقق الاستدامة المالية والاقتصادية. هناك جانب قد يركز عليه البعض بأن الاستدامة المتعلقة بالبيئة،
أو ما يسمى بالاستدامة البيئية. هني موضوع الاستدامة البيئية نقدر نتكلم عن مشروع الشقاية، ومشروع الشقاية أيضا من المشاريع المهمة في الطاقة الشمسية. ولو تلاحظين أن شعار جناح دولة الكويت في الإكسبو يأخذ جانب متعلق في الاستدامة البيئية، اللي هي الشكل الأصفر أو الذهبي أو لون الشمس، بالإضافة إلى انعكاس هذه الألواح الموجودة. هذه عبارة عن مثل ألواح كهروضوئية وألواح شمسية. هذا يدل أيضا على وجود مشاريع في هذا الاتجاه، وأيضا عكس الجسم الخارجي للمبنى اللي يأخذ لون الصحراء ولون الشمس، بالإضافة إلى لون أوضاع الألواح الشمسية وانعكاساتها. جميل جدا هذا الشعر. فهذا أيضا مرتبط في الاستدامة اللي من أي ناحية؟ الاستدامة البيئية. عموما على وجه العموم جميع الفرص الاستثمارية هي فرص متشابكة. المدن الذكية والمدن البيئية هذا أيضا من الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة، كلها مرتبطة في مفهوم واحد وهو الاستدامة في ظل رؤية الكويت 2035. دكتور خالد مهدي، حابين نشوف معك شعار جناح الكويت في معرض إكسبو دبي 2020 اللي تم اختياره بدقة وعناية ليعكس لنا الركائز السبعة بخطة التنمية، إضافة إلى تفاصيل أخرى. تابعونا في هذا الفيديو القادم. وبعد ما شفنا شعار دولة الكويت نرجع إلى ضيفنا في الاستديو الدكتور خالد مهدي. دكتور، حابين نتكلم أكثر عن جناح دولة الكويت واستعداداتكم، وش كثر استغرقت هذه الاستعدادات؟ الاستعدادات صراحة أخذت فترة لا بأس فيها. منذ في البداية أول شيء ودي أشكر المفوض الأسبق اللي هو الدكتور أخونا طارق المسلم، كان هو وكيل وزارة الإعلام وهو كان المفوض. موجه له تحية. أي والله صراحة ما قصر في البداية، وكان معنا أنا ذاك من الأعضاء الرائعين جدا معالي الوزير محمد بوشيري، أيامها كان وكيل وزارة الكهرباء طبعا، وكانوا معنا مجموعة جدا رائعة من الأعضاء، دكتور محمد الراشد وما زال موجود معنا من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وطبعا وكيل وزارة المالية بالإنابة أستاذة أسيل النيفي. فهي مجموعة رائعة جدا، البقية طبعا من وزارة الإعلام، والمفوض العام هو وكيل وزارة الإعلام. المشاركات بدأت في البداية في طرح الفكرة، صياغتها، الاستعداد لها وإعدادها، إلى أن المشاركة الأولية في اختيار الموقع، مكان الموقع، حجم الموقع، هذا كلها تمت خلال عبر دراسات وعبر المناقشات المستمرة سواء في أعمال اللجنة أو الفرق. يعني ما أخفي عليك أن الفرق اشتغلت، وذا الفرق كلها شباب كويتيين ما قصروا على جميع المستويات. أيضا موضوع الفكرة هذه بالتنسيق مع المعماريين، مع المدراء المشروع، مع المهندسين، إلى أن وصلنا إلى مرحلة أن يبدأ عملية الطرح والبناء. وهني ودي أن أشكر أيضا التعاون اللي شفناه من الفتوى التشريع، ساعة المستشارة هدى الصوان موجودة معنا بالفريق، واللي كانت أيضا وجودها أساسي جدا فيما يتعلق في التعاقدات، إحنا الالتزام بقرارات وتعاميم ديوان المحاسبة، وهذا أمر وايد مهم، مراعاة الجهات الرقابية، وهذا أمر جدا أساسي كان. فأخذنا جميع الأمور الأخرى، أيضا القنصلية الموجودة في إمارة دبي اللي كانت أيضا في تواصل وحلقة وصل ما بين وزارة الإعلام وأيضا إدارة الإكسبو. كل هذه التجهيزات هي ليست تجهيزات اعتيادية، شائكة، فيها أمور كثيرة يصير فيها بعض المرات تحديات تنحل، نكمل في أشياء توقف، في أشياء تتأخر. بعدين لما دخلنا في عملية التنفيذ أيضا دخلت علينا الجائحة، بعد هذه بعد قصتها ثانية، وأخرت المعرض بالضبط. يعني هو المعرض اسمه 2020 وإحنا الحين 21 وراح يمتد إلى 22. يعني الوضع كله على بعضه ما كان نقدر نقول سموث سيلينج، ما كان أبدا، كان في وايد مطبات، وهذا أمر اعتيادي. يعني مو بس دولة الكويت واجهت هذا الموضوع، جميع دول العالم واجهت. وأنا ودي أشيد حدث
في إدارة إكسبو دبي 2020 أن الإدارة هناك كانت جدا متفهمة جدا متفائلة. أيضا الأمور الأمنية ماخذينها على وجه الاحتياط مثل ما أنت عارفة. هذه المنصة تضم العديد من زيارات الوفود الرسمية عالية المستوى. فكل هذه الأمور لمن تتجمع على بعض والجهد اللي تم في دولة الكويت في جميع الجهات صراحة هذه التجهيزات يرفع على قولتنا احنا بالكويت ان يرفع لها العقاب. جهود جدا رائعة وأيضا الدعم المتواصل من القيادة السياسية ومجلس الوزراء اللي قدم جميع الدعم لأن لأهمية الفعالية هذه. يعني هذه الفعالية مهمة جدا على المستوى الدولي وهذه المشاركة هي ليست مشاركة اعتيادية ووجود جناح لدولة الكويت بهذا الحجم وبهذه الضخامة وبهذه الأناقة صراحة يعتبر إنجاز حقيقي لدولة الكويت. يعطيكم العافية. شنو العدد اللي متوقعين أن يزور جناح دولة الكويت؟ وضعت استراتيجية لزيادة عدد التدفقات إلى جناح دولة الكويت. نعم. ليش؟ لأن أنا مثل ما قلت لك هذه الإكسبو عبارة عن منصة وهذه المنصة فيها كثير من دول العالم وكل دولة بتقول الزود عندي فالكل يبي زيارات إلى موقع. فبالتالي دولة الكويت لديها أيضا استراتيجية. لاحظي أن احنا عندنا في الثقافة الكويتية عندنا عديد من الأمور اللي نقدر نسميها attraction point اللي هي نقدر نقول عناصر جذب. واحدة منها على سبيل المثال التراث، الحرف، المصوغات اليدوية اللي يقومون فيها وهي هناك مشاركة من المبتكرين والمنتجات الكويتية الحرفية. نعم. وهذه طبعا الكويت تمتاز فيها، هناك دول عالم أيضا لديها لكن احنا لنا خصوصيتنا في هذا الموضوع. واحد عندنا أيضا خصوصيتنا في الأطعمة نقدر نقول احنا المطبخ الكويتي، هذا أيضا موجود وسيتم وضعه كأحد نقاط الجذب. ثلاثة التراث، التاريخ اللي موجود في دولة الكويت، الموسيقى الكويتية، الغناء الكويتي، هذا أيضا ندخل أيضا على مواقع الجذب أن دولة الكويت عندها بانوراما من الرأس المال البشري، عندنا احنا أبطال أولمبياد سواء من في الأولمبياد الأخيرة واللي قبله، عندنا أيضا أبطال في التاريخ في تاريخ الكويت في كأس العالم وغيره. أيضا ندخل بعد في أمور أخرى، أيضا مشاركات دولة الكويت في العديد من الفعاليات أيضا الدولية. إذن هذا يبلى إبراز. أيضا هناك شخصيات دولية، أيضا هناك العمل الكويت، لا تنسين أن احنا المركز عمل الإنساني بالتأكيد وصاحب سمو، وهذه نقطة مضيئة في تاريخ الكويت حاضرها بعد ومستقبلها، وهذه راح يتم تسليط الضوء عليها. وأيضا كان الأمير الراحل طيب الله ثراه كان هو قائد العمل الإنساني. وبالتالي احنا عندنا وايد، فالإبراز في الجناح الكويتي راح نحاول كثر ما نقدر. ولا تنسين ان احنا عندنا 6 أشهر راح تكون هناك فعاليات، يعني مثلا سيكون الاحتفال بالعيد الوطني يصادف في هذه الفترة، مو معقولة بعيد يصير عيد الوطني وإحنا ما نحتفل بطريقتنا ولا وجناح الكويت وين وفي دولة عزيزة مثل دولة الإمارات إكسبو دبي 2020. فهناك العديد من ما نسميه بمواضع الجذب والبرامج الجذب إلى نقدر نقول إلى تسريع وتدفق العديد من الزوار. وطبعا هذه فيها مسابقة إنه هو من الأجنحة، هناك بعض المعايير لهذه المسابقة ليكون لدينا يعني أيضا جناح فائز. إحنا أيضا هذه حطيناها بالاعتبار أثناء عمليات إدارة إكسبو. في كل مرة يصير فيها إكسبو بأي دولة من دول العالم تصير فيه مسابقة يشوفون منو أفضل جناح، ومن ناحية الجمالية، من ناحية المعمارية، من ناحية شنو شروط المشاركة والمعايير. خلاص إحنا دام إن إحنا شاركنا بالإكسبو إحنا راح يتم تقييمنا. احنا راح نتقيم من قبل الجهة التحكيمية في إدارة إكسبو دبي 2020، وهذه تصير في كل إكسبو في العالم. احنا صراحة يعني ما اخفي عليك ان الجناح انتهى يعني تقريبا من الشكل الخارجي، وسمعنا إشادات صراحة على جمالية ومعمارية ورمزية
الجناح، لأن الجناح يرمز على عدة أمور يشترك فيها مفاهيم الاستدامة سواء على مستوى البيئة الصحراوية أو على مستوى فكرة المياه أو أبراج الماء اللي أيضا تم تضمينها من ضمن المبنى. نعم، بالنسبة للظروف الاستثنائية اللي يشهدها العالم من خلال جائحة كورونا، اللي نتمنى إن شاء الله نكون على مشارف الانتهاء من هذه الجائحة، كيف استطعتم على الرغم من هذه الظروف من الانتهاء والإنجاز هذا الجناح؟ في البداية تحولت كل اجتماعاتنا احنا إلى اجتماعات أونلاين. واجتماعات الأونلاين الميزة فيها تطلب اجتماع في أي وقت، وعملية تجميع الأعضاء في الاجتماعات تكون شوية بعد أسهل. فكانت اجتماعاتنا واجتماعات المتابعة كلها أونلاين، هذا واحد. اثنين، هناك كاميرات تصور في المكان وهي فيديو، كاميرات فيديو ليتابع المهندسين الموجودين في دولة الكويت. فأيضا هناك متابعة ميدانية للموقع أثناء هذه العملية. يعني إحنا سجلنا إحنا موجودين بالكويت، مو معناته أن الموقع ما حد قاعد يطالع. هذا الشيء، أي هذا الجائحة بعد زودت هذا الموضوع. أيضا كان الذين قاموا في الأعمال المدنية والإنشائية وغيرها كان صار عندنا تواصل أكثر معهم. الآن هناك شرائط وشروط صحية احنا راعينا فيها وفق لإدارة إكسبو دبي 2020، وتم الالتزام فيها حتى الانتهاء من هذا الجناح. يعطيك العافية ويعطيكم العافية على هذه المجهودات الجبارة اللي بذلتوها في جناح الكويت في المشاركة في إكسبو دبي 2020. وصلنا إلى النهاية والحديث كان ممتع وشيق، ونشكرك فعلا على تواجدك اليوم معنا وإتاحة الفرصة للتوضيح لنا وللمشاهدين على مشاركة دولة الكويت في هذا المعرض. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في هذا الأسبوع، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في أمان الله.